الصلاة المفروض الناس تتقضى في المواعيد، بس الشغل حاكم علينا. لما بكون في البيت اكيد طبعا الواحد بيقضيها في مواعيدها، لو مش في البيت لما بنرجع بنكمل الصلاه بتاعتنا. لما كان في الامتحانات كنت باخرها، ممكن انا اصلي مثلا الفرض بعديه بساعه بعديه، المهم ما يفوتنيش الفرض الثاني. ساعات بصلي الصلاه في مواعيدها وساعات ما بصلاش في مواعيدها. بصلي بس العصر والمغرب بس كده، مش بصلي الصبح. هل السنوات اللي فاتت من عمر الانسان وما كانش بيصلي فيها ينفع ان هو يقضيها مع كل فرد فرد بعد كده ولا ما ينفعش؟ الحياة التقرير في جزئيتين، لكن في جزئية الحياة مهمة جدا. مولانا الأطفال اللي شفناه، النبت الطيب ده اللي البنات بيقولوا فيه احنا بنواظب على الصلاه بس وقت الامتحانات ساعات باخر الصلاه شويه. هنا فكره يعني ان الطفل يعتاد على الصلاه، يعني طبعا في احاديث نبويه كثيره بتبين لنا كيفيه هذا الامر، ولكن اهميه ده في الكبر بتبقى ايه؟ ما يعني التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، فبيبقى راسخ في النفس. والنبي عليه السلام امرنا ان احنا نامر الاولاد من سن 7 سنوات ونبدأ نلاحظهم ونراقبهم ونشد عليهم شوية ابتداء من 10 سنوات. والقضية دي بتربي في الإنسان أنه نقصه حاجة وأنه هو لازم يصلي. اللي احنا استمعنا إليه في التقرير دلوقتي الحقيقة فيه سؤال مهم، وهو أنا كنت تارك الصلاة وحبيت أصلي تاني، من تاب تاب الله عليه، طيب هل أقضي اللي علي؟ بالضبط. الأئمة الأربعة بيقولوا لازم تقضي اللي عليك، لأن دين الله، النبي بيقول دين الله أولى أو أحق بالقضاء. ده الكلام ده ما قالوش في الصلاة، الكلام ده قالوا في الحج، إنه واحد مات وعليه حج فابنه اللي حج قبل كده يحج عنه، فبيسألوه ينفع؟ قال لهم آه، فإن دين الله أحق أن يقضى. فهم لما سألوه عن الخاص اللي هو الحج أجاب بالعام، يبقى كل حاجة في ذمتنا من صيام فات كنت بفطر كده وفطرت 3-4 سنين وبعدين تبت إلى الله ومقضي اللي علي ده ما دمت قادر على هذا. كذلك نصلي مع كل فرد فرد، يبقى أقوم أصلي. طيب وأنا بالأثناء دي ما صليش السنة ليه؟ لأن أنا لما بقدم لربنا الفرض بيديني ثواب كبير جدا، لما أقدم نفس الركعتين بس بنية السنة فالفرض يعني أولى وأعلى من عبادة عابد، حتى ولو قد جاء منه بأكثر. يعني أنا جبت حاجات كتير لكن أدام نافلة مش زي الفرض. وفي الحديث هذا المعنى اللي هو وما تقرب إلي عبدي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما تقرب إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني إذن في فرض وفي نفل. فأنا لما أنوي إن الركعتين دول من الحاجة اللي عليا فده فرض، ولذلك هيديني ربنا عليه 100 درجة. نعم. لما أقول سنة يديني 50 بس، مع أنه متأخر لكن أخذ عليه حسنات يا مولانا. ده تاخذ حسنات علشان أنت بتسدد الديون. الله. ما أنت بتتعامل مع كريم وواسع سبحانه وتعالى. لا إله. فإذن إحنا هنعيد مع كل طب قد إيه من ساعة البلوغ لغاية من ساعة ما ربنا هداك أو هداك 18 سنة ويحسب بقى فاته قد إيه؟ لا مش 18 سنة حسب البلوغ، البلوغ ممكن يتم سن 14 15 كده يعني ساعة ما بلغ الولد أو البنت وبعدين لغاية ما تاب إلى الله سبحانه وتعالى ساب 6 سنين يصلي 6 سنين بالشكل ده. العجيب الغريب إن السنن اللي ورد عن النبي 17 ركعة والفرض 17 ركعة،
يعني اذا لو انه اضل عليه يبقى كانه احسن من ان هو يتسنن بهذا. طب عندي طاقه وعايز اعمل اكتر، يبقى برضو تقضي اللي عليك. نعم. وممكن تقضي الست سنين في ثلاثه بس بقى، بانك تصلي الفجر ومعاه فجرين، تصلي الظهر ومعاه ظهرين، يعني لو كان يعني فتوه وشاب وفي حيل، وما تصليش السنن، وما تصليش السنن، ما تصليش السنن. نعم. لانه ده اولى في التعامل مع الله. نعم. كما اراد الله. نعم. مش احنا اللي مش نريد. نعم. فالسؤال ده مهم جدا. تارك الصلاة إذا أراد العودة إلى الله فليعود، وعليه أن يقضي ما فاته من الصلاة. طيب التاني بيقول أنا بصلي بعد ساعة. أيوة، ما هو واجب موسع، ما هو ربنا من رحمته قال لي أذن الظهر الساعة واحدة وأذن العصر الساعة 4:30، بينهم 3:30. فلما يجي بالشكل ده أنا صليت الساعة 2 أو 3 أو 4 أو كذا، ما فيش مانع، ما يجرى، لأنه واجب موسع. لدرجة أنه زمان قوي في القرن 19 في الأزهر الشريف كانوا يروحوا يناموا الساعة 11، ما هم شغالين الفجر، فالساعة 11 دي كانوا يسموها قيلولة، والظهر بيأذن 12، فيأذنوا الظهر وما يصلوش ويستنوك لما تسمع الأذان تصحى، يبقى نمت ساعة مظبوطة، الساعة دي هتعينك على بقية النهار. تمام. عشان كانوا أسمينها النهار مرتين، وبعدين تقوم تتغدى قبل ما تروح الصلاة، وعبال ما تروح الصلاة هو الأذان أذن 12، 1:30، 2 تصلي الظهر جماعة، يصلوا جماعة بعد جماعة، يعني كل الناس إيه متفقين عليه، يجوز تأخير صلاة الجماعة في السنة دي طبعا. وكان الإمام مالك يدرس كده في المسجد النبوي الشريف، فيأذن الأذان فيكمل الدرس ويطول شوية، ما هم مع بعض، فيقولوا له يعني الأذان أذن، قال نحن في عبادة، ما هو الدرس ده عبادة، ويستنى بقى لغاية ما نخلص الدرس ونقوم نصلي. ومن هنا جاءت فكرة أن يكون المسجد مدرسة. نعم. يعني لما تبص كده لمسجد السلطان حسن تلاقي فيه المدارس الأربعة اللي هم المذاهب الأربعة، فهو كان فيه مدرسة وفيه مستشفى وفيه مش عارف مركز أبحاث وفيه كذا إلى آخره. إذن المسجد له وظيفة من وظائف هذا المسجد، هو إنه لأنه إحنا عبادتنا اشتملت على اليوم كله أكيد، ولذلك اختلطت بالحياة فهي جزء من الحياة لا يتجزأ. فإحنا التقرير ده حلو في إيه؟ في إنه أثار أكثر من جزئية بالفعل. هو الطفولة ووجوب التربية والمتابعة وكذا. هو الأب يعني يتحمل وزر، يعني الأب لو معلمش ابنه أو بنته الصلاة يبقى يتحمل وزرهم. مرة قلناها على فكرة، العقوب بالأنس تحدثنا عنه، كأنك عقيت ابنك لما تسميه شخبوط ابن ضخبوط، وبعدين كمان أنت ما تعلموش الصلاة وما تأدبوش وما تعلموش العلم، يبقى ده ايه ده؟ تمام. يبقى ده عقوق للأبناء، للأبناء. طيب مولانا حضرتك ذكرت منذ قليل الحديث الشريف أن دين الله أحق أن يقضى، هل هنا الأمر ينطبق كذلك على الصلاة، بمعنى أن أب توفى ولم يكن يصلي أو انقطع على الصلاة عن الصلاة لفترة طويلة إما لمرض أو لشيء آخر، هل للابن أو البنت هنا أن تقضي ما على الولد أو الوالدة من صلاة؟ لا، لأن عندنا العبادات نوعين، عبادات يجوز فيها النيابة وعبادات لا يجوز فيها النيابة. نعم. العبادات التي يجوز فيها النيابة واحد يقوم عن الثاني نعم. عن حد نعم. هي الصوم والحج. الصوم والحج ليه؟ لأنه ورد فيهم نص. نعم. نص حديث النبي عليه السلام علمنا، واحد جه أبوي عليه الصيام أصوم عنه، قال له اعمل الصوم. نعم. التاني قال له عليه حج، أحج، قال له حج عنه. نعم. وهناك ما برضو في النيابة بالوكالة اللي هو الزكاة، أدي لك المبلغ بتاع الزكاة بتاعي وأقول لك يا أستاذ عمر أنت تعرف ناس خد الزكاة. نعم. وزعها عني. نعم. فأنت بتوزعها عني وكالة. نعم. أما الصلاة فما فيهاش نيابة، ده من النوع اللي هو ما فيهش نيابة. صحيح. طب ليه ما فيش نيابة؟ برضو السؤال يأتي، لأن الصلاة دي موقوتة،
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى دي حاجة شخصية بتاعته. قال تعالى وقوموا لله قانتين، يعني أنت في صلة بينك وبين الله حاجة كده هو. طب أما الحج كده برضو والزكاة كده والصيام كده، أليوة بس الصلاة مؤقتة، الصلاة مؤقتة. حلو حضرتك، طب الصيام مؤقت شهر رمضان، والصيام يعني حديث شريف وأنا أجزي به، يعني فالصيام شرع يعني القضاء بتاعه وشرع النيابة، ما هو كل حاجة احنا واخدينها عن الله ورسوله مش من مخنا. شرع لكن هنا لم يشرع أن يقوم الإنسان بالنيابة عن الآخرين للصلاة. طيب يعني إذا مولانا من مات أبوه أو أمه فلا يستطيع أن يصلي ما فاته من الصلاة، ولا حتى أن يخرج كفارة ولا أي شيء، ما فيش إلا الدعاء خلاص. يعني ده الدعاء فقط. طيب بارك الله فيكم مولانا، بعد الفاصل نستكمل مع حضراتكم هذا الحديث الطيب، وسوف نتحول إلى إجابات حضراتكم على سؤالنا على صفحتنا على الفيسبوك، ابقوا معنا.